السلام عليكم يا دكتور. اهلا بيك. حضرتك، ابني من سنتين، هو شاب كبير يعني في العشرينات، عمل عملية استئصال كيس زلالي من الجيب الانفي الوجني. حضرتك، بعد كده ابتدى يظهر الاعراض تاني. هو كان ضاغط على العصب الخامس بعد استئصاله، وكان بيقولوا له ان في اعوجاج في الحاجز الانفي. رجع الجيب الانفي الوجني تاني، وهو كان عامل سي تي، وفي مخاط بيرتجع للحلق، وفي ألم في الحلق والودن. وحضرتك، هل ضروري يعني، هو كشف عند كذا دكتور، قالوا له ممكن يستأثر وممكن لأ، هل ضروري العملية؟ وأحيانا بيورم خده خدينه الاثنين، والجبهة فوق العين على طول. هو عنده ارتفاع في ضغط الدم. أنا مش عارفة إيه العلاقة يعني، بس حضرتك يا ريت الإفادة. شكرا لحضرتك. انت قلت الجيب الانفي الوجني اللي هو ده مجزلري حضرتك؟ في خده المجزلري، مش الجبهي اللي هو ده. لا الوجني، انما الوجني تحت العينين. تحت العين. طيب، الاشعه المقطعيه الجديده فيها كيس تاني؟ لا هي برضو في نفس المكان اللي اجرى فيه العمليه. لا، في كيس كبير قافل الجيب ولا حته كيس صغير كده؟ نعم، في كيس كبير قافل الجيب ولا كيس صغير؟ لا، هو حجمه رجع كبر تاني، يعني طيب. نفس الحجم اللي استقصر. في ناحية واحدة ولا في ناحيتين؟ في ناحية واحدة بس. حاليا هي الإشعة من كذا شهر، من شهر مارس حاليا، بيعطس كتير، في عطس كتير، ومع العطس بيحس ان في ارتفاع في ضغط الدم. لا، العطس ده حاجة وشوية حساسية. وحضرتك، في سؤال مهم يتقال، المخاط اللي بينزل، سؤال مهم، المخاط اللي بينزل ريحته وحشه وطعمه وحش لونه اخضر ومخدر. ايوه طيب، السنان في الناحيه دي اخبارها ايه؟ السنان احيانا بيبقى فيه وجع. لا، غالبا في عنده ضرس في ناحيه من الناحيتين، والضرس ده ما اتعالجش عشان كده رجع تاني. تمام. صح. يبقى في الحالات اللي زي دي بيخش مع دكتور ماكزيلو فيشيال، دكتور سنان، وانا بشتغل في الحته بتاعت الجيوب الانفيه بتاعتي، وهو بيشتغل الضرس عشان ما يتبنكش مرتين. يعني حضرتك الجراحة مطلوبة ولا ده يا مدام؟ ابعتي الإشاعة على الواتس، هسيب لك الموبايل عندهم، ابعتي الإشاعة على الواتس وأرد عليك. أوريها للدكتور الماكزيلو فيشيال، لو السنة فيها، في سنة فيها مشكلة، بيتعملوا الاثنين مع بعض، وإلا هتتعمل 15 مرة كده، كل مرة هيرجع مرة تاني. لأن في بقى في مشكلة لما يكون جيب الوجني وناحية واحدة وصديد ريحته مش حلوة وملون و وبيرجع، ده غالبا في السنان حاجة. طب هل الحالة دي ليها علاقة بارتفاع ضغط الدم يا دكتور؟ لا، ارتفاع ضغط الدم ده في السن الصغير بقينا نشوفه، ما كناش بنشوف الكلام ده زمان. طيب، بشكرك يا مرام نبيل، حياتك ارجعي الكنترول، ولو محتاجة تاخدي رقم الدكتور بشكرك. طب يا ريت.